اتفضل انت ايه شغلك؟ ازيك يا استاذ عامل ايه؟ انا عادل من شركه جروي، الحمد لله فني بقالي فتره يعني، والحمد لله عندي فكره عن كل حاجه، عايز رقم معاك يزيدني شرف. دي العوامه الله ينور عليك، مركب المحبس صح اتجاه يمين، يعني الوصله واخده اليو صح، العوامه كده انا جربتها تمام. المفروض ان انا اسيب المحبس ده مقفول زي ما انت عامله كده الله ينور عليك، والوصله دي ما وصلهاش الا لما افتح ميه، جروي بتقول افتح اكرر 10 لتر ميه كاني بنضف الخط عشان الميه تخش نضيفه للعوامه. لو عملت كده يبقى كله تمام. والخرطوم ده في التشطيب بيركب عند الزرار الكبير، الخرطوم ده كده هو عارف انت بتشطب هتلاقي الزرار الكبير عليه كلمه جروهي، هيكبس الخرطوم ده فيه، ده خليه كده لما ينضف خط يوصل ماشي كده احسن. بس عايزينه، بس هيقول لي بتاع السيراميك بوكس فين؟ عايزين بتاع السيراميك، بص اخر حاجه بقى، عايزين السيراميك او الرخامه محكومه هنا، ما يجيش بتاع البلاط يخلي فرق كده كده، لا عايز محكوم كده عشان الوش النيكل يبقى فوق البلاط، الوش النيكل الشكل الجمالي يبقى زي العرض. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى وده الاهم، اول ما السباك هنا او مشكورا يقطع على وش البلاط لازم يلف لي البوكس ده سيليكون تايلاندي او بكتيريا او الباشمهندس هيجيبه له. ليه السيليكون ده عادل؟ عشان المدير بيقول بيظهر زي شروق مدينتي والحتت فيها اشجار في الصيف، بيظهر هنا نمل بياكل الضغاط، وانا عايز ادي العميل ضمان 5 سنين على الوش، عايز ادي له 10 سنين على القطع اللي جوه، ادي له 10 سنين زي ما حدش يكسر حاجه، اقدر اغيرها بدلها عيب صناعه، خلي الوش عيب صناعه اتقشر اقدر اغيره. لا خدت